بن راشد بن حمد بن خدير الكتبي. إذن هذه هي مزايا، ولكن هناك الوجبة والقادمة جمانة من هجن الرئاسة، ولكن ما شاء الله تبارك الله، تهانينا تهانينا والناموس لهجن العاصفة على هذا الفوز، والتهنئة لمالك هجن العاصفة سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن رايد المكتوم على هذا الفوز، ومشكور يا الواثق، مشكور يا الواثق على هذا الأداء الرائع والجميل ولحظات الوصول. مزايا إذن هي من تدشن الأشواط المفتوحة، تهانينا والناموس وسلامي لدولة الإمارات العربية المتحدة، وهذه هي مزايا لحظات الوصول مع خط النهاية معلن هذا الفوز والانتصار. تهانينا والناموس المركز الثاني، وصلت الوجبة. والاخوان يقولون خلاص قفل الشوط شاهين، الشوط شوط شاهين. اذا الى الوثبه، الى عاصمه الميادين، سلام 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 لشاهين ولسلاله شاهين. هذا هو شاهين يضرب بيد من حديد ليختطف ناموس الشوط ويهدي السلام لهجن الرئاسه وللمضمر المستحيل. خطر حمر، خطر عبر، هذا هو خلصنا، خلاص 200 متر. مشاهدينا الاعزاء، وشاهين يختطف ناموس الشوط بهذا التميز الممتاز مع المستحيل، مع هجن الرئاسة. تهانينا تهانينا والناموس لهجن الرئاسة وللمضمر راشد بن محمد بالسم المنصوري على هذا الفوز في هذا اليوم لحظات الوصول. تهانينا تهانينا والناموس المركز الثاني، سراب لسمو الشيخ. المركز الثاني ما شاء الله يا جلد، جلد مع المركز الثاني لسمو الشيخ ذياب محمد بن زايد. آل هيان فاجأت الجميع والمشاركين، محفوظ بالخميس الجنيبي الزعيم الذي تزعم هذه الانطلاقة، وبالفعل تهانينا لدولة الإمارات العربية المتحدة، وبفوز جلد في المركز الأول لسمو الشيخ ذياب محمد بن زايد. آل هيان ومضمرها المتألق الزعيم محفوظ بالخميس الجنيبي، بالفعل ها هي تحقق هذا الإنجاز الصباحي، وبالفعل تهانينا وألف مبروك لسمو الشيخ ذياب محمد بن زايد آل هيان على فوز جلد في المركز الأول. تهانينا وألف مبروك لحظات وصولها إلى خط النهاية المركز الثاني، امتناع لهجن العاصمة المركز الثالث. محمد بن سالم الوهيبي، يا سلام، هل سوف يغادر هذا الناموس أم يبقى هنا في الدار؟ ولكن هجن الرئاسة حاضرة بأربع أسهم. يا سلام، المميز مبارك من أحمد ينطلق ينطلق ينطلق، يندفع 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 في هذا مهيض مهيض، هيض المشاعر، هيض يا هل القعدار، خليكم مهيض في 500 متر في مكان كلكم ما ترغبونه. مهيض وهجن الرئاسة تفوز بثاني نقطة، تفوز بثاني نقطة، هنا هجن الرئاسة لدولة الإمارات العربية المتحدة. مشكور يا المميز، مشكور يا المميز، أسعد الله صباحك يا المميز. مبارك بن أحمد، مشاهدينا الأعزاء، المركز الثاني. ومشهورة، ولكن بدأ الصراع، بدأ النزاع، بدأ الانطلاق من وعى المركز الأول لهجن الشيحانية، المركز الثاني شوامخ لهجن العاصفة، والقادمة بهذه اللحظات خيرة لهجن الشيحانية على المركز الثالث. ولكن منوى شوامخ منوى، ثنائية جميلة، حوار ثنائي ما بين شعار هجن العاصفة وشعار هجن الشيحانية، ولكن الناموس يحتار ما بين منوى وما بين شوامك على خط واحد مستقيم، انطلاق ذاتي، ولكن خط النهاية يختلف، والناموس ما بين خير وشوامك أو من وشوامك. شوامك 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 هي صاحبة المركز الأول، التهاني والتبريكات. مشرف لهجن العاصفة بينما الأسد لا زال في المركز الأول، ومشرف يحاول اللحظات الأخيرة، 400 متر الأخيرة. يا سلام، الواثق والمميز، المميز والواثق، لكن الواثق مشاهدين الأعزاء يسجل النقطة الثالثة في هذا الصباح، هنا مع هجن العاصفة، مع هجن العاصفة الذي قاد
قادمة بقوة إلى هذه التحديات في هذا الموسم. ها هو مشرف، مشرف مشاهدي الأعزاء ينتزع المركز الأول في اللحظات الأخيرة، في اللحظات المثيرة، ظهر في اللحظات الأخيرة في الكيلو الأخير لينتزع هجن العاصفة. انطلاقة هذا الشوط تهانينا والناموس لهجن العاصفة ومالكها وإلى المضمر الواثق حمد بن راشد بن غدير المركز الثاني الأسد لهجن الرياسة. صدارة انطلقت بالمقدمة وال500 متر النهائية والخطيرة، جولة الأوامر، جولة الأوامر، الظبي على الصدارة تنطلق بناموس هذا الشوط وبهذا الشعار الأحمر، الشعار الخطر. يا سلام، ينطلق ينطلق بناموس هذا الشوط. تهانينا تهانينا لهجن الرياسة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وللمرة الثالثة للمرة الثالثة تنطلق الظبي بناموس هذا الشوط. تهانينا للمميز مبارك بن أحمد بن مايد الخيالي، سلام دولة الإمارات، سلام مع الأداء المتميز اللي تقدمه الظبي وهي تنفرد بناموس هذا الشوط. المركز الثاني تصل فيه الوجه للهجن الشحانية. انطلق النادر، انطلق النادر ليكون نادر في أداه، ليكون نادر في انطلاقاته وتحدياته. مشاهدين الأعزاء، ال400 متر الأخيرة النادر مع شعار هجن الرياسة في دولة الإمارات العربية المتحدة، هذا الشعار الأحمر، الشعار الجميل، الشعار الرائع كذلك. الله يا الفيلسوف، رجل الأمتار الأخيرة كذلك يأتي مضمرا مع هذا الشعار، مع هذا الشعار أحمد بن مطر بن مايد الخيالي. يا السلام، يندفع بالمركز الأول، يعلن الفوز والناموس خلاص اللحظات الأخيرة. تهانينا لهجن الرياسة على هذا الفوز، تهانينا لأحمد بن مطر بن مايد الخيالي. هم قادر يأتي في المركز الثاني بشعار هجن. المميز مع المركز الثاني مبارك بن احمد الخيالي المركز الثالث. هنالك الوصول ايضا من مشكور لهجن الرياسه بمتابعه علي بن يميل الوهيبي. يا لها من اسماء، اعود مع ثلاثه الاسماء، و300 متر النهائيه السيليه، السيليه على المركز الاول وعلى مقدمه الشوط. هنالك لهجن الشحانيه، ولكن الضغوط، الضغوط يا سلام، الكايده، الكايده هنالك من ضمن الملاحقات هذه الأسماء. الكايدة، الكايدة وصلت، الكايدة وصلت. هجن الرياسة، هجن الرياسة، هنالك الأحمر الذي انتقل إلى المقدمة والنقاط الخمس في هذا الصباح. تهانينا للمميز المركز الثاني، هنالك سيرية سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي العملاق، العملاق ولكن عشاق، عشاق، عشاق. بدأ يعشق المركز الأول، بدأ يعشق المركز الأول من هجن زعبيل، هجن زعبيل تنطلق هناك. يا سلام، يا سلام، هجن زعبيل من تأتي بالمركز الأول مع عشاق، عشاق هجن زعبيل. راشد بن محمد بن سعيد بن مروشد من يتواصل في هذه اللحظة. إذن هنا مشاهدي الأعزاء، هجن زعبيل التابع لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد، لله يدرك، لله يدرك على هذا الأداء الرائع. تهانينا من الأعماق، تهانينا من الأعماق، وأنا من الباس وإلى سموه هنا المتابع، تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. عشاق من عشق المركز الأول، تهانينا. قادمة أيضا السياد لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة مطر، قيادة مطر بن سيف اللاحق الهايري. ولكن هنا التحدي مع الشاهينية على الصدارة، الشاهينية على المقدمة على المركز الأول وصدارة هذا الشوط مع الـ300 متر الأخيرة. الشاهينية من انطلقت على الصدارة، على التحدي، على الفوز. تهانينا لهجن رئاسة دولة الإمارات على هذا الفوز الجميل للشاهينية. تهانينا، تهانينا أيضا المضافر علي بن يميل الوهيبي، واللحظات الأخيرة لحظة وصولها إلى خط النهاية معلنة الفوز، معلنة الناموس. تهانينا المركز جاء الثاني الضبيب سيد سمو الشيخ حمزة بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم، رسالة من هجن العاصمة ثالثا وفي المركز. الثاني
الثاني مشاهدي الاعزاء. يا سلام القحيدي في المركز الثاني من هجن الشيحانية سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي، ولكن شوف التغيير، شوف التغيير على المركز الثاني، اعلن الفوز مشاهدي الاعزاء، اعلن انطلاق مشكور على المركز الثاني من هجن الرياسة مبارك بن احمد بن مايد الخيالي. شوف الفيلسوف وابنه في تضمير وفي الطلاقة، الله 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 الله، شوف الشعار الاحمر خطر، الاحمر خطر دائما، الميتين متر الاخيرة المارد على مقدمة الشوط، النقطة السابعة في صباح هذا اليوم. تهانينا مشاهدين الاعزاء لهجن الرياسة في دولة الامارات، لهجن الرياسة، وهذا الشعار. تهانينا للفيلسوف كذلك على هذا الفوز. المركز الثاني وصل فيه اللي في المركز. هجن الرياسة قادمة من الجانب الآخر مع الشهية، العنود تسيطر، العنود تحافظ، العنود بالسلام المميز قادم هنا مبارك بن أحمد. الله، هذا الاحتياط، هذا التعزيز، هذا السيلية، هذه السيلية، السيلية والعنود، هجن الشيحانية بدأت بهذا الظهور، بدأت بهذا الظهور. السلام شحاني، السلام شحاني، السلام عنابي، يا من تتابع هنا في أرضية الميدان، يا من تشاهد قناة الريان بالمئات متر الأخيرة، انتظر المفاجآت مع العنابي الشحاني. إمبراطورية الشحانية، يفوز العملاق مع هذا المركز الأول والثاني. السلام للدوحة، سلام المركز الثالث. أحمد بن مطر الكيلي هو من يديرها بعملية التضمير، ولكن نوف ما زالت في الصراع والنزاع تتواجد مع المركز الثاني. نوف والعزوم، العزوم ونوف، صراع الأقوياء، صراع فطاحلة المضمرين، ولكن نوف، نوف، نوف غيرت في هذه اللحظات، انطلقت نحو السيارة، نحو الزعفران، نحو المركز الأول. الله يا نوف، هجن الشيحانية هي المالكة، والمشاقب محمد بن خالد العطية شاقب المشاقب، شاقب برفقة ريمة، ما أول برفقة نوف من انطلقت إلى خط النهاية وحققت هذا الانتصار المميز. سلام وتحية واحترام لهجن الشيحانية والمشاقب محمد بن خالد العطية المركز الثاني. هناك الذهبي الذهبي على مقدمة الشوط، تحاول الريم في المركز الثاني لهجن الرياسة مع المميز مبارك بن احمد بن مايد الخيالي، ولكن الوجبة 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 سجلت لنفسها حضور بهذه الانطلاقة بهذا التحدي. الوجبة في المركز الأول، الريم تحاول، ولكن اللحظات الأخيرة، الأمتار الأخيرة المتبقية هي أكيد بلا شك تبتسم وتسير مع تواجد الوجبة على المركز الأول من البداية حتى النهاية. تهانينا والناموس الهجن الشيحانية على هذا الانتصار، التهنئة للمضمر الذهبي سالم بن فاران المري. تهانينا المركز الثاني هجن الرياسة تقدم الريم، المركز الثالث الرسائل لهجن العاصفة، المركز الرابع لهجن الرياسة. مشاهدي الأعزاء، تنطلق محلاف صارت في ناموس هذا الشوط، باعدت باعدت المسافة، باعدت المسافة، ما شاء الله تبارك الله على الأداء المتميز، على العرض الرائع، ومحذاف أحذفت الجميع مع هذا الانطلاق المثير. باعدت المسافة، ارقصت 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 في اللحظات الأخيرة. تهانينا تهانينا لهجن الرياسة بدولة الإمارات العربية المتحدة، والتهاني للفيلسوف أحمد بن مطر بن مايد الخيالي. سلام سلام دولة الإمارات، سلام، اسعدت صباحا مع الأداء المتميز اللي تقدم محلاف وهي تصل إلى خط النهاية بدون أي منافس على الإطلاق، بينما لوست مع مركز الشيخ ذياب محمد بن زايد آل نهيان. وهنالك أيضا يا سلام يا الشرود، الشرود على المركز الثالث والرابع، ولكن أعود مع الوجبة، أعود مع الوجبة. هنالك يا الجمري اسم قوي على المقدمة، خلنا نرى عن قرب هذه الأحداث. سلام
عنابي، سلام ذهبي، سلام قطري، سلام بهذا اللون، بلون الشحانية، بلون الشحانية. تهانينا تهانينا، والفوز والناموس إن شاء الله حليفا لهذه الشعارات المختلفة. والنقطة الرابعة، النقطة الرابعة، هنالك الوجبة الثانية لهجر الشحانية وسالب فاران المري. تهانينا للذهبي، والنقطة الثانية مع الذهبي والرابعة لهجر الشحانية. المركز الثاني لهجر الرياسة، هنالك الوصول من الشروط. المركز هناك لا ننسى عنا اللي تابع بالشعار الخطر، شعار الأحمر، شعار هجر رياسة دولة الإمارات العربية المتحدة المميز التي وصلت الآن، كذلك التقرير اللي طرى وجرى مشاهدينا. ريمة وصلت لسمو الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم آل ثاني الله، ولكن الصدارة والتي وصلت الآن إلى النقطة الخامسة مع الشعار العنابي، وما زال مع العملاق مع هجن الشحانية والهجن الشحانية. النقطة الثانية مع العملاق، تهانينا من الأعماق لهجن الشحانية وإلى العملاق الوهيبي المركز الثاني.